في عندنا طريقة إضافية نقدر بيها نقلل السكاتر راديشن اللي هي بنسميها راديوجرافيك جريد. الراديوجرافيك جريد بيسكلي عبارة عن ماتيريال بالشكل ده كده، فيها حاجة زي سبتة، حاجة زي يعني عبارة عن أكن عندنا مجموعة يعني مجموعة بليدز كده كلها مصنوعة من هيفي ميتالز، بحيث ان احنا لما يجي عندنا راديشن بالشكل ده كده تسمح بس للاكس راي اللي ماشي ستريت، ما تسمحش لاي اكس راي ماشي بطريقه فيها انجل. يعني مثلا هنا الاقي ان يسمح للاكس راي فوتون اللي ماشي ستريت هنا كده، الاكس راي فوتونز اللي ماشيه كده او ماشيه كده اللي هي جايه لنا من السكاتر راديشن بتمنع ان هي تيجي توصل للايمج ريسبتور، بحيث ان في الاخر اللي بيوصل للايمج ريسبتور هي الفوتونز اللي ماشيه ستريت من السورس لغايه الايمج ريسبتور، وبالتالي بتقلل لنا جدا 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 السكاتر راديشن اللي موجود عندنا على الايمج ريسبتور. فبيسكلي البرنسبل فانكشن بتاعت الجريد هي ان احنا نحسن بيها الايمج كونتراست، ان احنا نشيل النويز اللي موجوده اللي جايه لنا من السكاتر راديشن بحيث نحسن الايمج كونتراست اللي موجود عندنا في الصوره. فبيسكلي ممكن يبقى في عندنا الجريد، ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها اللو ريشيو جريد، وممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها هاي ريشيو جريد. بيسكلي لما بتكلم على الجريد بنتكلم على المسافه اللي هي طول السبته اللي موجود هنا دي، اللي هي عباره عن البليتس اللي موجوده هنا طولها قد ايه، والمسافه اللي هي فاضيه ما فيهاش اي حاجه دي بتبقى عباره عن ايه، يعني تبقى مسافتها كام. يعني اتش على دي هي بتمثل لنا جريد ريشيو، وبيسكلي الجريد ريشيو دي بتحدد لنا بالظبط ايه اللي بيحصل او البرفورمانس بتاع الجريد دي عامل ازاي. فالجريد دي عباره عن شبكه بيسكلي، بس هنا بنتكلم على الشبكه دي لها ثيكنس بحيث ان هي تمنع لنا الاكس راي ان هو يعدي يعني بطريقه فيها انجل، يعني يسمح بس الاكس راي اللي هي ماشيه ستريت ان هي تعدي. فطبعا ممكن يبقى في عندنا هنا لو بتكلم على الهاي ريشيو جريد بيبقى لها برفورمانس، لو كان عندنا هنا اللو ريشيو جريد بيبقى لها برفورمانس تاني. طبعا زي ما احنا شايفين كده في عندنا حاجات بتسمح ان هي يبقى فيها انجل، وفي حاجات ما تسمحش يبقى ماشيه بس الحاجات الستريت اللي هي الانجل بتاعتها فيري نارو هي بس اللي تعدي. فلو انا بتكلم على الجريد سيرفيس اكس راي ابزوربشن، بيسكلي لو انا بتكلم على الويث بتاع الجريد ستريب نفسها اللي هي المسافه بتاعت الستريب دي على الويث بتاع الويث نفس الويث ده كده زائد المسافه اللي هو الانتر سبيس اللي بينهم، المسافه اللي بينيه اللي بينهم. فبيسكلي لو بتكلم هنا على المسافه بتاعتنا اللي هي الثيكنس دوت عباره عن تي، والمسافه اللي بينهم عباره عن دي، فبيسكلي بتكلم على الاكس راي ابزوربشن بيبقى عباره عن المسافه اللي هي تي على تي بلس دي. وده طبعا بنتكلم على ان الاكس راي اللي نازله جزء منها بيمتص في الستريبس اللي موجوده دي والجزء الثاني بيعدي، فاحنا عايزين نعرف نسبه الاكس راي اللي بتمتص قد ايه، لان دي بتقلل لنا من الاكس راي كوانتيتي. طبعا احنا لازم نفكر في الاكس راي كوانتيتي ان هي يعني في الاكس راي كوانتيتي اللي طالعه من السورس، وفي الاكس راي كوانتيتي اللي هي الفعليه اللي بتوصل للفيلم. فلو احنا حاطين جريد بيبقى في عندنا جزء من الاكس راي كوانتيتي بتضيع نتيجه ان هي بتمتص داخل الجريد، فهنا الاكس راي ابزوربشن اللي هو الفاكتور اللي موجود عندنا هنا ده كده بيدينا نسبه الاكس راي اللي بتمتص، وبالتالي نسبه الريدكشن في الاكس راي كوانتيتي. ممكن برضو الحقيقه نعرف الجريد بحاجه اسمها الجريد فريكوانسي. الجريد فريكوانسي هي بيسكلي بتكلم على ان انا بتخيل دي كده اكنها ساينوسويدال سيجنال او اكنها مثلا سكوير ويف. فانا عايز اعرف انا عندي كام واحده من دول بير يونت لينث. اوكي؟ فبيسكلي انا لو زي ما انا باخد مثلا في الفريكوانسي، لو انا عندي مثلا البيريود بتاع البيريودك سيجنال عباره عن تي، واحد على تي يديني الفريكوانسي. فهنا احنا ما عندناش بقى تي تايم، عندنا تي عباره عن مسافه. فانا بيسكلي انا بشوف ان البيريود بتاعت الحاجه اللي بتتكرر هنا دي هي عباره عن المسافه تي بلس دي. فبالتالي واحد عليها يدينا الفريكونسي. عشان نخليها بوحدات حاجه اسمها لاين بير، يعني لاين بير بير سنتيمتر، لازم اضرب في الفاكتور ده هنا كده. اوكي؟ فبالتالي بيبقى عندنا هنا لاين بير معناها ان في عندي واحده اون وواحده اوف. اوكي؟ فهو بيقول لي هنا انا عندي كام لاين بير بير يونت سنتيمتر، بير سنتيمتر، وده بتديني بيسكلي الفكره عن عندي كام واحده من الستريبس دي موجوده، وبالتالي الافكتفنس بتاعت الجريد دي في انها تمنع السكاتر راديشن بيكون قد ايه.
طبعا ممكن نتكلم على حاجه اسمها الكونتراست امبروفمنت فاكتور، هي عباره عن ايمج كونتراست ويذ جريد على ايمج كونتراست ويذاوت جريد. طبعا دي بتبقى تقاس في الصوره نفسها، بنصور صوره بالجريد وصوره من غير الجريد، ونبتدي نشوف التيشوز الموجوده اللي انا عايز اشوف كونتراست بينها، بحسب الكونتراست اللي هو عباره عن القيمه بتاعه الانتنسيتي عند التيشو الاولاني على الثاني بالنسبه للصوره اللي ما فيهاش جريد، ونشوف الكلام ده برده على الصوره اللي فيها جريد، ونشوف الفرق بين الاثنين عامل ازاي.